ذكرت صحيفه الايام في افتتاحيتها في عدد اليوم ان هناك شعورا من الاحباط والتوجس يسود لدى المواطن الخليجي حول مدى قدره مجلس التعاون لدول الخليج العربيه على الزام قطر بتنفيذ بنود اتفاق العلا بشكل كامل. منذ الاعلان عن اتفاق العلا وحتى اليوم فإن شعوراً من الإحباط والقلق والتوجس يسود لدى المواطن الخليجي حول قدرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إلزام قطر بتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، مقابل ما اتخذته الدول الأربع من مبادرات وإجراءات تعبر عن حسن النية تجاه قطر التي لم يبدر منها أي شيء من هذا القبيل. هل اوقفت قطر العمل ببنود اتفاق العلا هذا السؤال الذي يتطلع المواطن الخليجي للحصول على اجابه واضحه وصريحه عنه من وزراء خارجيه مجلس التعاون في اجتماعهم في الرياض اليوم باعتبار ان هذه القضيه تاتي في قمه اهتمامات الاوساط الخليجيه والعربيه التي كانت تتابع مدى التزام قطر بالاتفاق واذا ما كانت ستكف عن محاوله زعزعه الامن والاستقرار فعلا او ان موافقتها على الاتفاق لا تعد احدى المناورات القطريه المعتاده لاضعاف تماسك دول مجلس التعاون ولتفكيك التحالف العربي نحن لا نريد لاتفاق العلا ان يكون مصيره كمصير الاتفاقات الاخرى كاتفاق الرياض والتي وقعتها قطر ولم تلتزم بها لذلك فإنه يجدر بوزراء خارجية مجلس التعاون في اجتماعهم هذا الحصول على إجابة واضحة وصريحة من مندوب قطر عن أسباب عدم التزام قطر ببنود اتفاق العلا والعمل على تنفيذها وهل لا زالت قطر متمسكة بالاتفاق أو إنها تخلت عنه؟ فاذا كانت قطر لا زالت متمسكه باتفاق العلا كما هي تدعي فلماذا لا تلبي دعوه البحرين التي تم توجيهها لها مرتين متتاليتين من اجل الاجتماع لحل الامور العالقه بين البلدين كما نصت على ذلك اتفاقيه العلا واذا ما كانت قطر لا زالت متمسكه بالاتفاق فلماذا هذا التصعيد القطري تجاه البحرين والتحريض عليها ومحاوله ضرب الامن والاستقرار فيها لماذا محاربه الصيادين البحرينيين وقطع ارزاقهم واطلاق النار عليهم والزج بهم في السجون